أخبار اليوم. خلص بالظبط في شهر مارس كده. طيب نقدر نقول الفايده، يعني طبعا لو حسبنا الارض المكتسبه من بعد الجسر الترابي، يعني المساحه دي قد ايه تقريبا؟ اللي هو الجسر الرملي، انا بتكلم على مساحه تقريبا بطول تقريبا 3 كيلومتر، اللي هي طول الجسر، وعرض متوسط في المنطقه الاعرض منه حاجه بتاعت تقريبا 500 متر.